من الطيور الخوت الجميله انتم الخوت كتشوفوا يعني انتم الخوت يعني جديد الخوت بالنسبه للخوت اللي كان هي الطروق دابا كاين اللي كيقول لي الطروق انت وما بالنسبه للكره وجاهز لي من الطيور الخوت الجميلة ومدريسية وعين حمراء الخوت وطفرة يعني رائعة يعني هذا الخوت ماشي روز ماشي فيشر عفوا الخوت يعني هذا روز الناس عزيز بلوكس دائما الجديد طيور جميلة وفي قمة الروعة أنتم الخوت كتشوفوا يعني دريساج رائع وجميل وفي قمة الروعة أنتم الخوت أجي ما شاء الله عدنا لكم من جديد في قناة عزيز بلوكس اوفيسيال اليوم الخوت كنتواجدوا بسوق السبت بدار البيضاء يعني غادي نتعرفوا على جميع الأثمنة ديال الطيور اللي داخلة اليوم يوم السبت باش نتعرفوا على جميع الأثمنة وجميع الطيور اللي موجودة اليوم في سوق القرعة من الأ حتى الزاد وكاين هاد الكوبلة الخوت راه باقا ما خداماش أول خدمة ليها الخوت يعني راه باقا صغيرة بلاش بالنسبة للثمن 500 درهم الخوت 250 درهم للبياسة راه نتا وذكر الخوت هادو أول خدمة ليها راه باقا ما خداماش يعني طائر في متناها والجميع يعني وطائر جميل هانتوما الخوت راه طيور جميلة جدا هانتوما ما شاء الله راه طيور في قمة الروعة يعني وكاين حتى هاد الكوبلة الخوت يعني راه هي الخوت يعني نفس الكوبلة ونفس ثمن الخوت راه طيور الخوت جميلة وجميلة جدا يعني ثمن الخوت في متناول جميع الخوت والطيور رائعة وفي قمة الروعة يعني وكاين الخوت حتى هاد الوليدات يعني ديال كاين الخوت يعني هاد الوليدات ديال الكالوبتات يعني حتى هما الخوت يعني كاين الايزابيل كاين الفاس بلو هانتوما الخوت يعني كاين الايزابيل كاين الباي كاين الفاس بلو كاين الطيور يعني حتى هما طيور الفيشر الخوت يعني حتى هما وليدات يعني راه طيور الخوت في قمة الروعة بالنسبة للأثمنة أخينا بالنسبه للخوت الاثمنه كاينه ما بين 200 درهم حتى 250 درهم الخوت يعني راه اثمنه جميله ما بين الفاس بلو هانتوما الخوت يعني راه كاين الفاس بلو يعني راه جميل يعني وصحه جيده بغيت تقلب الخوت دائما ديال الطائر ديال الكالوبسيز الخوت باش تشوف يعني الامعاء ديالو دائما كنقول لكم الخوت يعني قلب بنادم قبل ما كيشري يعني راه الطيور الخوت بصحه جيده وبنادم كيقيس الحراره باش كتكون يعني جميله كتكون يعني الجناح ديالو دائما كنقلبوا ليها الخوت الجناح ديالو باش يكون بصحه جيده باش ما يكون فيه حتى شي ديفو هذا راه كيبان ليا مولف السورانغ الخوت ها نتوما كتشوفوا على عينيكم يعني راه مولف الخوت السورانغ ها نتوما يعني راه طيور جميله عند الاخ يعني راه طيور في قمه الروعه اللهم بارك يعني الخوت الفاس بلو حتى هو رائع هاد الايزابيل حتى الامور الخوت راه مولفه السورانغ هاد الفريخات هادي يعني كاينين هنا حتى هاد الفيشر هانتوما الخوت حتى هذا راه مولف مولف بالدريساج ومولف بزاف ديال الامور هانتوما الخوت يعني راه مولفينو السورانغ مولفينو بالدريساج مولفينو بزاف ديال الامور عنده راه طيور في قمة الروعة يعني ما بين الخوت 200 درهم و 250 درهم وقابلة للتفاوت وتبقى معايا المزيد من المفاجآت في قناة عزيز بلوكس اوفيسيال وكاين الخوت هاد الكاكاريكي يعني وليدات هاد طيور جميلة جدا الخوت يعني هاد الكاكاريكي هاد طيور ما شاء الله اللهم بارك يعني طيور في قمة الروعة وأثمنة في متناول جميع الخوت يعني راه الثمن الخوت غير كيكون الخوت في الخاص كيكون الخوت يعني الخاص إلا بغيت توصلوا معاه يعني نخلي لكم النمره ديالو راه هذا الكاكاريكي رائع الا بغيتو تدريسيو هذا الخوت هو الوقت يعني ديال الكاكاريكي الا بغيتو تدريسيو يعني راه قليله بزاف يعني ملي كيخرجوا الوليدات للبيع ديال الوليدات ديال الكاكاريكي يعني راه كيقلال بزاف بالنسبه للاثمنه الخوت نخلي لكم النمره ديالو الاثمنه الخوت يعني راه في الخاص وتابعوا معايا المزيد من المفاجات في قناه عزيز بلوكس اوفيسيال يعني تابعوا معايا المزيد عند هذا الاخ خصيصا وكاين الخوت هذا الكروبيو حتى هو وليد يعني كروبيو رائع وليد يعني وكاين هاد الكالوبسيت الالبينو الالبينو راه مدريس
راه مدريس يا خويا هانتوما يعني راه مدريس حاوتينو عين حمراء الثمن هذا تقول به 600 درهم خويا راه مدريس الفيديو ديالو راه مدريس راه طائر رائع ونبغيو نخرج يعني بنادم كيدرس في الدار ويزيد من الدريساج ديالو ويزيد في التطور ديالو في الوصفة لها الطائر ديال الطلب في الحاوتينو راه طائر جميل وفي متناول الجميع يعني نخلي لكم الفوز بالنسبة للنمرة سبعة أوفيسيال تبعوا معايا دائما الجديد والجديد والجديد في القناة عندي مرخوص يعني راه ملف السورانج مرخوص بلاد كيتبدل الطيور ديالو طيور رائعة بعد ما جربها لابوغيتو تريسيو يعني غادي نجيو كنتاخدو ملف السورانج وملف الأمور ديالو ملف بزاف ديال الأمور يعني غير غتزيدو نتوما من التطور ونوليكم يعني طائر يعني باش دريسي والخوش وتابعوا معايا المزيد من المفاجآت في قناة هذه البلوك وانتم الخوش يعني رصائر يعني مدفع للسوران زعامة وتابعوا معايا المزيد من المفاجآت في قناة هذه البلوك أوفيشيل فيكم من جديد في قناة هذه البلوك أوفيشيل ودائما الجديد بالنسبة للمقنين الخوش بالنسبة للمتاوين وبالنسبة للكورة وجاهزين للتزاوج حتى هما يعني لا طيور جميل وفي قمة الروعة بالنسبة للثمن أخي بالدرمادو ديال البلاد بالنسبه للثمن الخوت 100 درهم وقابل للتفاوض الخوت وثمن جميل وبلدينا الخوت المقنين جميل في قمه الروعه يعني الخوت البلاد في قمه الروعه تابعوا معايا مزيد من المفاجات في قناه عزيز بلوك اوفيسيال عدنا لكم من جديد الخوت بالنسبه للخوت اللي كنار كاينين الخوت جميع الاصناف ديال الكنار كاين الابيض كاين الاسود يعني كاينين جميع الامور الخوت اللي كتعلق باللي كنار وطيور جميله بالنسبه للخوت يعني ما بين ذكر وانثى وبالنسبه للكوكلا لا بغيتو الخوت يعني بالنسبه لهاد الطيور هادو جاهزين للتزاوج يعني جاهزين الخوت يعني للتزاوج الخوت وبالنسبه للثمن الخوت 90 درهم مقابله للتفاوض راه طيور جميله ونقيه يعني ما شاء الله يعني راه طيور في قمه الروعه وكل ما الخوت يعني كاين اللي مباقي كاين اللي ما مباقيش الخوت يعني كلشي باجاج يعني كاين اللي ما مباقيش حتى هو بالنسبه للثمن الخوت راه 90 درهم بالنسبه للنمره اخي 06 12 62 92 89 89 لا بغيتو الخوت توصلوا معاه راه ديال النمره ديالو راه كيبيع سلعه نقيه يعني افريقيا حتى هما رائعين في قمه الروعه وتابعوا معايا المزيد من المفاجات في قناه عزيز بلوكس اوفيسيال شحال داير هاد الوطواطه يا طروق دابا كاين اللي كيقول لي يا طروق شحال 300 درهم قفزو بكلشي ليه وبالنسبه لهذا اللي تحت 250 وبالنسبه لهاد حدا حدا خويا هنايا مصطفى 80 درهم هادو قدام هادو راه كاين اللي بدا يبدو عنده تبارك الله هذا تبارك الله هاد نوار هذا راه من الفصيله ديال الحسنيه شحال كيبقى الثمن ديالو هذا 250 انا هي حمراء تصدر حتى هي من الفصيله ديال الحسنيه شحال كتبقى الثمن ديالها 150 درهم عشاق الكاماتشو او التفاحي او النينو كما بغيتو تسميوه شحال كيبقى 120 اخوان نوصيكم نصيحه راه احسن هجين كاين دابا راه هو ديال التفاحي كماتشو معايا مع المقنين يا مع كانار وبالنسبه لهذا عشاق الولوال اللهم بارك طائر الولوال شحال كيبقى الولوال 150 هذا هو حداد قديم هذا زرزور راه غني عند التعريب راه كيعرفوا شحال داير هذا الزرزور 200 درهم 200 درهم وفين هو الولد اللي كان عندك مشى باقي وهذا تا هو شحال هذا يلاه خدام المهم هادشي اللي كاين هادشي اللي عطى الله المهم تعطينا النمر ديالك اخويا مصطفى 06 12 56 58 58